أخواتي الحاضرات، عزيزاتي المشاهدات، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبداو الحصة ديالنا كالعادة غادي نبداوها بتصحيح ديال التمرين اللي كنت كلفتكم باش تنجزوه في الحلقة الفايتة. إذا نتمنى أنكم تكونوا كلكم نجزتوه. الآن غادي تتبعوا معنا جميع، غادي نصحوا الواجب. يلا انتبهوا للتمرين. إذا بالنسبة للتمرين، إذا كان المطلوب أنكم توضعوا ما بين هاد ثلاثة ديال الأعداد، غادي نختاروا هاد واحد من هاد الأعداد وغادي نوضعوا مكان النقاط بشرط أنه يكون محصور ما بين العدد الأول والعدد الثاني، ودائما تنبداو من اليسار. إذا بالنسبة للعدد الأول عندنا 800، إذا غادي نختاروا واحد العدد اللي غادي يكون أكبر من 800 وأصغر من 954 من بين هاد الأعداد بثلاثة. إذا شكون تفضل تعطيني الجواب اللي دارت أمينة؟ 915. حسن جدا، 915. إذا كيف كتلاحظوا أن هاد العدد أكبر من 800 وأصغر من 954. بالنسبة للعدد الثاني اللي محصور ما بين العددين 784 و 799، شكون اللي تعطينا الجواب صوفيا؟ 799. لا قريه مزيان. 700. هاد العدد شنو هو؟ 9. 6. كنبداو دائما بالوحدات. 6. نعم. 9. 7. 796. 796. حسن جدا. إذا 796 أكبر من 784 وأصغر من العدد 799. إذا العدد اللي بقى لنا إذا غادي يكون محصور ما بين هاد جوج الأعداد. تفضلي سميرة. 686. حسن جدا. إذا 686. إذا واش كبير ولا أصغر من 618؟ 618 صغيرة على 686. مزيان. وكبيرة على 700. لا 686 أصغر من 700 وأكبر من 618. حسن جدا. إذا هكذا غادي نكونوا صححنا التمرين وغادي نبداو الدرس ديالنا ديال اليوم. إذا غادي تلاحظوا معايا هاد الأعداد اللي غادي تظهر أمامكم. إذا لاحظوا غادي نقراوهم. إذا بالنسبة للعدد الأول، شكون اللي تقرا لنا ثلاثة ديال الأعداد الأولى؟ أمينة قرأ لنا هذاك العدد. 100. 100. 200. 3. 200. عاوديها. 200. وهذا 300. 300. جيد. إذا صوفيا كملي لنا قراءة ديال هاد الأعداد. هذا شحال هذا العدد؟ 400. 400. هذا 500. نعم. وهذا 600. 100. جيد. سميرة كملي لنا ثلاثة ديال الأعداد. 700. نعم. 800. نعم. 900. جيد. حسن جدا. إذا هاد الأعداد كنا شفنا في الدرس السابق بأنها كنت نسميوها المئات لأنها كتكون من ثلاثة ديال الأعداد. إذا العدد الأول اللي على اليسار كنقراوه بالمئة، دائما كنقراوه مئة. الآن غادي نشوفوا هاد الأعداد ديال المئات، غادي نزيدو نتوسعوا فيهم أكثر. إذا نذكركم بأن عدد الوحدات اللي كنا شفنا كيتكون من عدد واحد، والعشرات كيتكونوا من جوج ديال الأعداد، والمئات كيتكونوا من ثلاثة. إذا نشوفوا دابا هاد العدد اللي أمامنا، عندنا العدد هو 143. عودوها. 143. نعم. دابا هاد العدد بغينا نعرفوا فينا هو العدد ديال الوحدات. أمينة العدد ديال الوحدات فينا هو؟ هنايا هو ثلاثة. حسن جدا. إذا ثلاثة، وكنوضعوها في الخانة ديال الوحدات، كنسميهم الوحدات. الآن بالنسبة للعشرات فين كيكون العشرات؟ فين كتكون؟ إذا شكون اللي تحيي لي العشرات؟ صوفيا. أربعة.
أربعة أربعة، إذا العشرات كتكون على اليمين ديال المئات، إذا أربعة العشرات. الآن العدد واحد أش كيمثل؟ العدد واحد واحد أش كيمثل لنا؟ المئات. المئات نعم، المئات كتكون دائما في اليسار ديال العدد، وعلى اليمين ديالو كيجي أربعة، ثم على اليمين ديال أربعة تيكون ديال العشرة تيكون الوحدات، العدد ديال الوحدات. إذا انتبهوا، عندنا غادي تقراو لي هذا العدد، عاودوا القراءة ديالو. 143. جيد. وحدات ثلاثة، والعشرات أربعة، والمئات واحد. جيد، حسن جدا. الآن غادي ناخذوا هذا العدد، وانتم اللي غادي توريوني الوحدات والعشرات والمئات. إذا قراو هذا العدد، شكون اللي تقرا لي هذا العدد؟ صوفيا. 576. نعاوديها. 576. نعم. الآن فينا هي الوحدات؟ هي ستة. ستة، حسن جدا. وكنوضعوا ستة في المربع، وكنكتبوا الوحدات. الآن العشرات؟ سبعة. حسن جدا، سبعة، وكنوضعوها في المربع، وكنكتبوا العشرات. الآن خمسة. إذا خمسة شنو كنسميوها؟ المئات. نعم، المئات. إذا خمسة كنكتبوها في المربع ديال المئات. إذا هكذا كنكون وزعنا هاد العدد 576. إذا الوحدات باللون الأزرق، العشرات باللون الأخضر، والمئات باللون الأحمر. إذا عقلوا عليهم مزيان، دائما المئات كتكون على اليسار، اليمين ديالها كيجي العشرات، وعلى اليمين العشرات كيجي الوحدات. مفهوم؟ الآن غادي ندوزوا للتمرين اللي غادي تنجزوه، واللي موجود عندكم في النهاية ديال هاد الحلقة في الكتاب المقرر. إذا لاحظوا معنا التمرين. إذا عندنا ثلاثة ديال الأعداد، بالنسبة للعدد الأول 752، غادي تميزوا الوحدات والعشرات والمئات وتوضعوها في المربع ديالها. العدد الثاني 908، والعدد الثالث 834. إذا غادي تنجزوا بنفس الشكل اللي شرحت لكم في الدرس. مفهوم؟ وفي البداية ديال الحلقة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوا هذا التمرين. وهكذا غادي نكون وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا. ما بقى لي إلا نودعكم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.